السلام عليكم. من الأداة اللي اسمها سايت ديزاينر نقدر نعمل امبورت لأي لاند اكس ام ال. اختار الملف الاكس ام ال واقول اوبن واقول له امبورت توبو سيرفيس فاوند ان لاند اكس ام ال وامبورت الاينمنت فاوند ان لاند اكس ام ال واختار البوزيشن بتاعه اورينتوريان واقول له اوكي وابدا اختار التوبو سيرفيس اللي انا عايزها. Add to a new to surface أو over write لو في حاجة تانية موجودة. طيب أقول له add to surface name وأسميها مثلا ACD وأقول له أوكي أوكي وبعد كده تظهر التوبو سيرفيس بالشكل دوت.